أحد أشهر الملاعب الإنجليزية أولد ترافورد يرحب بكم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نلتقيكم مع مباراة جديدة نتمنى أن تحوز على إعجابكم. تشكيل مباراة اليوم، أحداث اللقاء. يسيطر على الكرة، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. دي بروين مرت الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. شو يلعب كرة طولية، عدت الكرة تقريبا لمست القائم من الخارج.